شعوذة ايه؟ في شعوذة؟ لما الحضري مش قادر يقف مش قادر يمشي والكور هم عمالين يحطوها في العارضة وجاي في جونين، يعني لو في شعوذة وفي عفاريت مش هيدخل اجوان. ما هو الدور الاولاني من قيمه حوالي 3 اسابيع، ما الزمالك من اخر 3 اجوان ما كانش فيه عفاريت، ما كانش فيه عفاريت داخله في الجون يعني. بيخلي الموضوع ضحك يعني، هو مش قصده ان هو بيحضر عفاريت فعلا، هو يعني بيخلي الامور كلامه تملي يبقى مثلا في سخونيه كده عشان الناس تستمع يعني. يعني لا ما اعتقدش ده طبعا، هو كابتن عصام كابتن قديم طبعا وراجل واخد احسن حارس في افريقيا 3 مرات، فلا ما اعتقدش ان الكلام اللي قاله مرتضى ده صح. ازاي يعني عصام الحضري واخد احسن جون في افريقيا يعني على مدار كام سنه اكيد بيصد يعني، ما فيش حاجه اسمها عفاريت يعني، هيصد بيها ازاي يعني؟ اقول انه يخليه في الكوره احسن، او يخليه في اللي هو ماشي فيه المحاماه احسن او القانون يعني، سيب حوار الجان ده للمشعوذين او الناس الدجالين التانيه. الاستاذ مرتضى منصور زودها قوي عن اللزوم، وبعدين بيتكلم في حاجات ما تخصش الكوره. كرئيس مجلس اداره المفروض انا ليا هيبتي يعني، ليا مثلا مكاني ان انا احاسب يعني المدير الفني او احاسب الفريق، لكن ما احاسبش عصام الحضري. اهدى شويه يا مرتضى.